الورد احد وسائل الاعتذار احيانا. بتقبلي اعتذار بالورد؟ ممكن اقبل اعتذار بالورد، وبس لما بيكون حسيت حد كده، حسيت بقيت التردد. لا، لما بيكون حد ايه يعني، لو حد علاقتي بيه بتسمح انها تكون بس في اطار ان هو يبعت لي اعتذار بالورد، لكن لو علاقتي بيه اقوى من كده او اعمق من كده، ممكن الورد يساعد كابتداء، لكن لازم يبقى فيه كلام، لازم يبقى فيه تصفية، يعني نصفي المشاعر، أصل الكلام مهم، الحوار مهم. هو السافل ممكن يبعت ورد؟ طبعا طبعا، ده أسهل حاجة يعملها. أسهل حاجة يعملها طبعا أسهل حاجة يعملها، تكفيرا عن سفلته؟ يعني لا، علشان يحنن قلبك الأول ويقول لك طب أنا بعت ورد، طيب وإيه رأيك، طب مش عارف إيه، طب وإيه رأيك إيه، وإيه رأيك إيه، فتلاقي يعني أنا أفضل إنك أنت تبعت لي مثلا شجرة، حاجة خضراء، لكن ورد بقى يمكن أنا لا لا يمكن لا، أنا ما انا سبت بقى معاه